يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توحيد الألوهية مثل توحيد الربوبية فيمكن أن يجحد في الظاهر ويؤمن به في الباطن؟ هم يؤمنون به في الباطن، لكن لا ينفع الإيمان في الباطن حتى يعمل به في الظاهر، حتى يعمل به في الظاهر. إلا لو عرف توحيد الألوهية وتفاصيله وكل ما يتطلب لكنك لم تعمل به في الظاهر، هذا لا ينفعك، هذا علم لا ينفع. نعم.